تحية صباحية عطرة لكل من التحق بنا لحظة. صباح الخير عليكم مشاهدينا الأفاضل، ومرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من برنامج الشروق مورنينغ. إذا كما تعودت ككل يوم اثنين مشاهدينا نحاول أن نربط الاتصال مع بوشحيط سمير المكلف بالاتصال على مستوى المديرية العامة للدرك الوطني، كي نضعكم في صورة وضعية الطرقات والنقاط السوداء بمختلف ولايات الوطن. إذن يلتحق بهاتفيا الرائد بوشحيط للإجابة عن تساؤلاتكم الصباحية. صباح الخير سيد بوشحيط ومرحبا بك معنا. صباح الخير لكم ولكل الطاقم العامل على هذه الحصة ولكل مشاهدي قناة شروق نيوز. إذن بداية سيد بوشحيط نسلط الضوء على آخر حصيلة لحوادث المرور خلال 48 ساعة الأخيرة. فيما يخص حصيلة حوادث المرور خلال 48 ساعة الأخيرة، سجلت وحدات الدرك الوطني عبر إقليم الاختصاص 16 حادث مرور. أسفرت هذه الحوادث للأسف عن وفاة 11 شخص وإصابة 23 شخص آخر بجروح متفاوتة الخطورة. فيما يخص دائما الأسباب المؤدية إلى هذه الحوادث، نستعرض الأسباب. يبقى العامل البشري يتصدر قائمة الأسباب العامة المؤدية إليها، حيث تسبب السواق في 14 حادث، منها 6 حوادث بسبب عدم تخفيض السرعة في المنعرجات. المارة تسببوا بحادثين، عدم احترام الإشارات كذلك 4 حوادث. هنا ندعو دائما السواق إلى ضبط وتكييف السرعة حسب صعوبات المرور وعوائقه وحالة وسط الطريق وكذلك الظروف الجوية. إذا سيد بوشحيط 11 وفاة خلال 48 ساعة، تعليقكم على هذا العدد أو الرقم؟ بالنسبة لعدد الوفيات خلال 48 ساعة الأخيرة، يعني هذه الحوادث تكاد تكون يعني مستقرة إلى حد بعيد. لماذا؟ لأنه شهدت الأيام الماضية عدة حوادث مرور يعني مميتة بكل من ولايات برج بوعريج، ولاية الوادي كذلك، يعني حوادث مرور كانت يعني نسبتها مرتفعة. أما فيما يخص عطلة نهاية الأسبوع فهذه يعني تم تسجيل 16 حادث. 16 حادث يعتبر يعني رقم مستقر إلى حد بعيد، لولا يعني حادث المرور الذي وقع بولاية بسكرة والذي راح ضحيته يعني عائلة بأكملها 4 أفراد يعني في عين المكان، وفاة 4 أفراد في عين المكان وإصابة 3 أشخاص بجروح مختلفة. هذا الحادث الذي وقع بطريق الوطني رقم 83 الرابط بين بلدية بسكرة وسيدي عقبة بالضبط بمنطقة المالح، يعني وهذه تعتبر من أحد النقاط السوداء بهذا الطريق الوطني. إذا هذه الحصيلة يعني هي حصيلة منخفضة مقارنة ب يعني عطلة نهاية الأسبوع للأسبوع الفارق. إذا سيد بوشحيط الحديث أيضا عن وضعية الطرقات على المستوى الولائي وأيضا الوطني لصبيحة اليوم. بالنسبة لصبيحة اليوم فيما يخص حال شبكة الطرقات الخاضعة لإقليم اختصاص الدرك الوطني، فهي جميعا مفتوحه للسير ما عدا بعض المقاطع التي سجلت بها بعض الاضطرابات في حركه المرور، اما بسبب كثافه السيوله المروريه او بسبب الاشغال المتواجده على مستوى شبكه الطرقات. اذكر اهمها مثلا بولايه البويره، لدينا طريق السيار شرق غرب على مستوى بلديه البويره يشهد عده اشغال منذ عده ايام، إذن على مستعملي الطريق أخذ الحيطة والحذر وتخفيض السرعة عند الوصول إلى مكان الأشغال. بولاية الجلفة كذلك اليقظة مطلوبة بطريق الوطني رقم 1 في شطره الرابط بين بلدية حافي بحبح وبلدية عين معبد باتجاه حافي بحبح بسبب تراكم الرمال. لما نتحدث على تراكم الرمال يعني المناطق الجنوبية كذلك معنية كولاية الوادي، كذلك شبكة الطرقات بولاية الوادي، شبكة الطرقات يعني كذلك الوطنية بولاية ورقلة، على مستوى المستعملي الطريق أخذ الحيطة والحذر خاصة لرهم يتنقلوا في الليل أو في الصباح الباكر. كذلك لدينا في ولاية عين تفلة
يعني نطلب من مستعملي الطريق السيارة الشرق في شطر الرابط بين بلدية بومدفع وخميس مليانة قبل مدخل السد الثابت للضرب الوطني ببومدفع باتجاه الجزائر، توخي الحيطة والحذر كذلك بسبب وجود اهتراءات على شكل حفر منتشرة على طول الطريق، خاصة على يعني هذا نصيحة بالنسبة لشاحنات الوزن الثقيل، دائما تخفيض السرعة عند الوصول إلى هذه المناطق. كذلك بالنسبة للطباب هذا الصباح في ولاية الطيف الطريق الوطني رقم 74 الرابط بين بني ورتيلان وبني معوش يوجد به ضباب كثيف، إذا تخفيض السرعة وإشعال أضواء الضباب مع مضاعفة مسافة الأمان. كذلك بالطريق السيار الممتد على طول الخط الرابط بين الولايات الشرقية بكل من ولاية برج بوريغيج، ولاية الطيف، ولاية ميلا، حاليا وجود ضباب كثيف، إذا مضاعفة مسافة الأمان دائما ضروري. بولاية باتنا كذلك وجود ضباب بالطريق الوطني رقم 86 بشطره الرابط بين بلديتي رأس العيون ومروانة ولاية باتنا، إذا دائما ننصح مستعملي الطريق بأخذ المزيد من الحيطة والحذر. شكرا جزيلا الشكر لك الرائد سمير بوشحيط المكلف بالاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني، شكرا على كل هذه المعلومات القيمة اللي تقدمها لنا كل صباح. أيضا بالنسبة للنصائح كنت هنقول لك نصائح في كلمة ختامية لكن سبقتني سيد بوشحيط. شكرا شكرا لك، يعطيك الصحة وبداية يوم موفقة. شكرا. إذا عودة إليكم مشاهدينا استكمال بقية فقراتنا لنهار اليوم، الأكيد أننا متواصلون معكم لغاية الساعة 10 إلا 10 دقائق فقط، اقعدوا معنا. إذا